مرحبا، معكم ريما عثمان من مطبخ سيدتي. بدي أقدم لكم اليوم وصفة كوكيز الزبدة. هاي الوصفة سهلة وسريعة، بتتقدم بالأعياد وبالمناسبات المختلفة. هلأ أول خطوة بدنا نضيف الزبدة. طبعا الزبدة لينة بدرجة حرارة الغرفة مش باردة. بنثبت المضرب بالشبكي. هلأ بنضيف السكر. هلأ بنضيف البيض. بنضيف معلقة صغيرة فانيلا ورشة ملح. بعد عملية الخلط لازم يكون قوام الزبدة مع السكر بهاي الطريقة زي كأنه كريمة. هلأ بدنا نضيف الطحين تدريجياً. نبدأ نضيف طحين تدريجيا ونخلط. وهلأ حنحط العجينة الكوكيز بالتلاجة ترتاح من نص ساعة لساعة وبنبلش شغل فيها إن شاء الله. هلأ بعد ما ارتاحت العجينة معنا بدنا نفردها. عشان نفردها لازم نرش شوية طحين. نفردها. عشان ما أخرب شكل الكوكيز بحط نتفة طحين وشيلها بهاي الطريقة، فبتنشال معي بكل سهولة وما بخرب شكلها، وبحطها بالصينية. هلأ كفكرة جديدة لتقديم الكوكيز ممكن نلون عجينة الكوكيز نفسها بألوان الطعام. هيك الكوكيز صاروا جاهزين، بس بدنا نحطهم بفرن محمى قبل بربع ساعة، محمى على درجة حرارة 180 لمدة 12 دقيقة. بتمنى الوصفة تكون عجبتكم، شاركونا على مواقع التواصل الاجتماعي. صحتين وعافية. منحط البروكلي بمي مملحة مغلية على النار. نترك البروكلي على النار يغلي من مدة دقيقتين لثلاثة. هلأ منطفي النار على البروكلي ومننقل